سلام حبايبي، كيف درتوا؟ لبست عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا باقي تهاد لا فيديو، توحشتكم بزاف بزاف يا حبايبي وليا، توحشتكم بزاف بزاف. المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، ان شاء الله هاد النهار هذا ان شاء الله غادي يكون روتين حماسي 100%، كما كنت وعدتكم في الفيديو اللي فات. قلت لكم جايين روتينات حماسيه، فكما كتعرفوا دابا جاي العيد. كنهضر بالزربه، انا ضرايب شويه. كيما كتعرفوا دابا جاي العيد وخصنا نخملو، خصنا كندورو في الدار شويه. المهم قلت هاد النهار هذا نخمل هاد البيت هذا. المهم قبل ما نكمل معكم الهضره، كنبغي نشكركم بزاف بزاف على الناس اللي فرحوا لي وقالوا لي تستاهلي. فكنقول لكم الله يسهل عليكم، الله يعطيكم مروه في خاطركم. والله العظيم انا كنقرا دوك التعاليق وانا فرحانه، لحقاش حاسه بعائلتي حدايا، حاسه بناس اللي زعما فرحوا لي لي بزاف ديال الحوايج. والله العظيم واحد الاحساس ما نعاودش لكم، لحقاش ما كاينش زعما شي حاجه اللي زعما فرحت. والله العظيم فرحت بدوك التعليق اللي كيقول لي تستاهلي، فرحتي مزيان. والله العظيم الا فرحتوني زدتو فرحتوني فرحه على فرحه. الله يعطيكم فرحه بفرحه ان شاء الله في حياتكم، الله يعطيكم ما يفرحكم ان شاء الله. الله يعطيكم فرحه بفرحه في هاد العواشر يا ربي ديال العيد ان شاء الله، وهاد ليله القدر اللي جايه. الله ينوركم، الله يحفظكم، الله يسهل عليكم كما مشجعيني وكما داعميني. كنتمنى لكم يا ربي يا ربي خير في خير. فكنقول لكم شكرا شكرا والله العظيم. وما تنساوش حبايبي بالبارطاج، الله يسهل عليكم، وبارطاج وبالدعم ديالكم وباللايك ديالكم اللي كيحفزني بزاف بزاف. وكيشوف داكشي والله العظيم كنزيد نعطي فيديو وات كثر. شي مرات تيكون فيها ما صور، تنقول لا نتصور على حسن حبابي، خصهم يشوفوا الفيديو، خصني نهضر معاكم. كنحس بحالي راكم معايا في دوك لي كومونتير. والله العظيم كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. المهم حبابي هاد النهار هذا غادي نحك ان شاء الله هاد البيت، غنغسل له الشرجم، غادي نضرب له واحد الحكه وفركه. المهم هاد البيت هذا هو اللي كيكون عليه الدرك، فيه كنا كنفطروا داكشي، غادي نضرب له حكه وان شاء الله غدا غادي